يا جلال اقف يا جلال. خبط وجهه. تعال تعال لف اللف من الغاب لف. امسك امسك يا محمد. خليكم مكانكم وين رايحين؟ خليها هلا سي كيم كون كين هابلو بور فافور. Vale, escúchame, acaban de caer dos bombas en el patio de un hospital, a dos metros de mí, lo tengo grabado en directo. Están en los equipos tratando de evacuar el oxígeno del hospital para que no explote. Están atacando directamente a un hospital, ¿entiendes? Lo tengo grabado. Están heridos varios miembros del equipo de las ambulancias. No, sí, pero joder, no sé qué decirte, pero dar esta noticia, por favor. Hospital Al-Auda, A-L-A-W-D-A. Campo de refugiados de Jabalia. Acaban de impactar dos misiles directamente en el patio del hospital. I was sitting there, I don't know, I was sitting, really, you know what, it's strange because I was looking at three houses and I was like, I think we are safe and I think these people are going to be, I swear to God, I was thinking about that and suddenly I was just listening to the radio and just boom, explosion. And people just started to come here. And by the way, since we have evacuated from the Red Crescent in Jabalia camp and the ambulance center is now here. And I think طب مستشفى الله يلا عن شرفهم عارف. هو ضل فيها مستشفى ضل فيها شرف عشان ضل فيها شرف. ضربة صاروخيات. هاي يا يوسف. هاي يا يوسف وين انت؟ فوق يوسف. جلال الصاوة بالعكس. هذا اللي بدوروا عليه قاعدين. طب ماشي امان عليك. هيني في المستشفى. هلا جاي صاروخين وضرب بعض المستشفى. صارت هذول الجوالات لمين هيهن معايا؟ خلي معي اللي الساحه تبعتها يا زلمه الساحه تبعتها مش عارفين نطلع ولا عارفين ننزل وبنستنى يضربوا كمان مره. في كمان صاروخ. تعال روح روح روح. عارف هم قاصدين المستشفى بس عشان ايش يجي حجه انه شايفين في سياره عسكري. بضربوا مستشفى لما يكون في خطر طلع من عنده صاروخ مش عارف ايه ماشي ممكن تتجرحها اما ما فيش شيء تكتب. شو المبنى اللي جنب الضرب على طول؟ مخزن الادويه تبع المستشفى. طب هلا هيك بتتوقع انه في حدا بده يروح على مخزن الادويه؟ لا مش حدش هيقدر يروح ولا بده يروح بده يكون استشهادي داخل يعني بده يموت. But he will keep on going. انت حتضلك شغلك شغلك. وبضله طالع اكيد شغله شغلي بس yes. وكل ما بطلع بخس 2 كيلو. اكيد. عارف اني 100. Of course, well, now he's like, you know, it's like I know that maybe I could be guilty dead anyway. So he. قسما بالله قسما بالله قسما بالله قسما بالله. الليلة مرت. The part I saw the part. The part of the building I saw the dust there. You can see the dust. إيش بدك تعمل؟ ولا إيش؟ It's only like I think what قديش 150 متر؟ فيش 150. It's less than 150 meters away from the center here. As you can see the dust here, the dust of the building. سبحان الله ما جبت. طيب ايش حكت مرتك؟ قالت لي طب انا عارف متاكد انك حتموت. متاكد انك حتموت. Last night he was talking with his wife. He was telling her that, you know, just in case, maybe I can be killed anytime. And she was like, I know that could happen anytime. So you can do nothing. يعني جينا كنا بنحكي في سيرة عرف اللي امبارح قصفوه. بقول له لا بقول له والله متوقع انك تموت يعني وعامل حساب على انك ميت. عامل حساب تقول انا عامل حساب على انك ميت حتى.
ليش اصلا بيشوفوا مش لخمس دقائق عشر دقائق ساعه بالكثير اليوم. والساعه اللي رحت قسما بالله امبارح الدار نمت فيها ما لا شفتهم ايش بدهم ولا مش عارف ايه والله لا في عندهم اكل ولا في عندهم غاز ولا فيش الا المي عدها قطعت وقول لهم الله لكن هي عامل حسابها على الشيء هذا حتى الاولاد عاملين حسابهم على الشيء هذا لما باجي بردوش يقوموا من حضني وبقولوا لي تطلع شباب ومش عارف ايش ومش من الكلام الاولاد الصغار بيحكوا لأبهاتهم الا عن ذلك يعني برضه هم مستوعبين الامر وكان صاحبك اللي اجى ومات يا حرام ومش عارف ايش بكره بدك تموت بقول لهم كلنا بدنا نموت يا بابا ايش بدنا مشكله يعني فيش حد مطلع والمشكله انهم اليهود بيفكروا انهم كثر القصف زي هيك انهم بدهم يسكتوا الناس بالعكس هيك بشجع الناس الواحد بيقول لك طب ما انا ميت ميت طب ليش اموت على الفاضي بدي اروح اعمل لي شغله اضرب لي صاروخ ولا اضرب لي ار بي جي على اليهود ولا اتفجر فيهم بدل ما اموت وانا في الدار بموت وانا طالع اقاومهم احاربهم بالعكس يعني الناس بتستنفر اكثر قاعده كمان سيارتين بتديله كمان سيارتين يا مين الطاقم الثالث بدل الثالث 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 مين الطاقم الثالث مين معاك انت مش اساسي معاك في محمد صلاح خذه وينه هاي نايم سجل له هاي نايم هاي حافظ رقم اسعافك انا ايوه
سجل 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 يا ضخام سجل عندك فايز العجرمي والمسعف محمد صلاح معك رقم هوياتهم وتديك رقم الإسعاف إذا استلمت نجمني ستة 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 رقم الإسعاف ستة شحطة ستة تسعة واحد خمسة شحطة تسعين بدك رابع ولا معي ثلاثة؟ هي الضمان إذا صار قتل حقك بدي صحيح الرابع طرف السوق نعيم نعيم رجب خليل نعيم رجب خليل وين بدنا نطلع وتطخر شيء؟ تطلع يوسف؟ خفش بطلع يوسف لا يا زلمة لا يوسف عبد الحميد يوسف عبد الحميد المدير 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 سيارة استاذ لقينا رقمها يابا ثلاثة شحطة تقلبوش والله يرجعوا تسعة وتسعين واحد وثلاثين واحد وثلاثين باي باي سلام Iba Muhammad, come. What? So you have the names of the drivers, yes. And this is a coordinate, and this is coordinated. Yes. It's coordinated through the Red, International Red Cross, but there's no one going with them. It's just two per ambulance. They're going to a very, very dangerous area where there's been Israeli tanks, Israeli military. They say that they have the right to access, and they should under Geneva Conventions, but again, there's no one to actually see it, that it happens. By the way, they are talking about. They didn't really talk about the Geneva Convention. They know that it's the coordination. They go there and they got shot at. That's why, you know, when we were talking, the name one was like, "Oh, you are taking the names of the dead people." I know. He said that, and I don't know. So we have the names of the drivers and the. You know, it's really bad. I mean, we'll see them in 10 minutes. Yes. Yeah. So can we go with them? Yes. هلك عمر مغاد سيارات لوين وصلوا سيارات بسعاد لغاد دعم مصري لغاد دعم مصري سعيد بالضبط سحبنا شهيد اللهم صاروا طخوا علينا اتعور خليته لا ما بنقدرش ندخل ما عرفش اهل الدوار شهيد 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 سحبنا صاروا طخوا علينا شهيد يا عم شهيد انا بجيب مش بدي عدل السرير نزل انا وياك يا ابن يا راجل عدل السرير ارجع يا عم ارجع ترى ايه ده مش شكلي عندك روح موت ارجع يا هكا
امشي بس بالراحه امشي بالراحه ابو محمد امشي بالراحه مالك ابو علي طيب تجاني امشي بالراحه لا خاف خلونا نزلنا عند زمو ونشلنا بعد ما شلنا مشينا فيله وطبطخ علينا استنى 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 الشهيد غاد بالشياله بس استنى شوي استنى اجل شوي ثاني في شيء لا في شيء ابو علي ثاني في شيء تقلق شيء ابو علي ابو علي والله ما فيها شيء استنى خبش احكي لي مع الدكتور بشار كله اصابته على العوده على العوده راسك في شيء ما لا 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 دكتور بشار على سلامه احلى ابو علي احلى ابو علي
والله قلت له بس الناس هجموا فتح خليفه الناس بيحبونه وقال له بسيطه يا ابو علي علي الضمان برقبتي يا حبيبي يا ابو علي يا حبيبي حسن بالفخر فضول ايه هاتلي شاشتين شاشتين يلا اعطيني يود 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 حبيبي ايدك يا دكتور ايوه خلص 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 هاتلي بلاستر خلص خلص يلا بلاستر And he told me the same details that we had in the hospital. But also, yes, we need to see them. You want to see them to show. But he told me the same details. Oh my goodness. That's not good. No. This is a sniper or not? No, yes. It wasn't sniping us. Sniping us, of course, he could snipe us. When did you step in the احنا هين على التبورة الجامع دمر الدور ودمرونا وهين راحلين على المدارس على المدارس اخذونا الاجانب على المدارس تربت البلد مدارس الاجانب اخذونا على المدارس بمية عافية هين كيس تطحين مش ملاقيينه جماعته في الليل امبارح لما قذفوا هذا الفسفور المشعل الفسفور في فسفور وفي غاز عنده بيت مين في بيوت تحت في اقناص ما بنقدرش نوصلها نوريك اياها بنقدرش نوصلها نوريك اياها وعندهم قذيفه منفجره قديش وهي في قذايف في الدور مش مفجرات اخرى طب الفسفور هذا كيف الفسفور بعطي بولع الاواعي على وجه الاواعي الواحد بولعه بصيروا يطفوا فيه وكلام فاضي وفي منهم اللي بنشقوا
بشم مو برتمي. برتمي على الأرض. برتمي على الأرض. طب كيف ممكن تطفيه؟ بنطفى؟ بنطفاش. بنطفاش غير تجيب أواعب رمل عمين بدك تطفي التمي. ومية حالي ما عمين. عمين ومية وأولاد وكلهم. السلام عليكم. It's, I think it's dangerous. The same kind of testimony that they are talking about. عيلتين انتو كم عيلة طالعة؟ كل الحارة هنا كله راحت. طب وين هم وصلوا؟ وين تقريبا وصلوا؟ زي هدول بينا مسافة يعني 300 متر بيننا وبينهم. هاي طلع القناصة؟ كله دبابات كتيرة وقناصة كله. قوات طيارات كمان بيجوا. هي الجامع هذا مكسوف. كل يوم زي هيك بنشوفنا بناخذ هالولاد لما يقولوا في تهدئة بنروح ناكل نشرب وقاعدين عند ناس هيك لشوف في البحر وفي الأرض وكله ايش نسوي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل علي. ايش نسوي؟ الله سهل علي. لما نلاقي سيارة غادي بنركب وبنروح. عارف في الدار اللي احنا فيها 50 نفر وهيك 100 متر اقل والله 80 متر. طول الليل بننام هيك قاعدين هيك من ضرب الخوف والطيارات. فوقينا غاد برضو كمان بضربوا. دورنا غاد كل القذايف مفتح. اشوف الجامعة ده كيف دورنا غاد كلها زي هيك. مش عارف والله خاتي ما عارف شو احكي لك يعني ايش بدي احكي. نقول يا رب احنا الله اللي بتطلع لنا مش حدا غيرهم. الله بس اللي بتطلع لنا بدناش حدا. الله بس يرحمنا وبس يا بي. عارف بكل لحظة احنا قاعدين بنستنى الموت. كل لحظة نمشي مستنين الموت. بنقوم ناكل نشرب مستنين الموت. ولا اشي طالبين من الدنيا غير نموت ونتريحوا بس. I'm going to go to the hospital.